عائلة موسى عبد الله على وشك أن تعيش تجربة لم تعيشها من قبل، لقاء الصحراء بالثلوج، إحساس جديد لم يكن في الحسبان، الحديقة المائية أيسلاند المستوحاة من البيئة الجليدية والواقع ضمن منتجع ووراك الترفيهي الممتد في رأس الخيمة والتي تعد أكبر حديقة مائية في الشرق الأوسط. والله جينا اليوم أطفال مستعدين ومريحين، والله اليوم ما شفنا شيء something، يعني أن في الصحراء يكون عندنا شيء في هذا المستوى وهذا الشيء الحقيقي. الرقص تحت رذاذ الماء تجربة أثارت المرح بين أفراد العائلة، فوسط حلبة مائية تحررت هذه العائلات والأصدقاء من قيود شتى لتنثر تحت رذاذ الماء ضحكات طفولية صافية كصفاء هذا الماء. أما الآن فموعد مباراة في كرة القدم، لكنها لا تشبه غيرها من المباريات، في ملعب لكرة القدم مغطى بطبقة عشبية ناعمة ومياه. تم تجهيز أيسلاند بمجموعة متكاملة من المرافق الداخلية بما فيها محطة توليد كهرباء بطاقة 4 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 525,000 جالون يومياً، وأنظمة تنقية المياه للحفاظ على تزويد 4 مليون جالون من المياه المخصصة لأحواض السباحة وضمان تزويد الزوار بتجربة مائية ممتعة. لقاء يجمع مختلف الأعمار بمختلف النشاطات بين الآباء والشباب والأطفال، يوم سيكون له ذكرى خاصة لدى عائلة موسى وكذلك للآخرين. ألعاب مبتكرة، أشياء جديدة أول مرة نشوفها، مثل كرة قدم تلعب، كأنك أنت تلعب أمطار، في عندك المسرح. الجو حار هنا، فالحديقة في حاجة إلى ثلج حقيقي ليعزز وظيفتها ويلطف الطقس، ولكن بصفة عامة أنا مستمتعة جدا. أيسلند يجمع الإمارات كلها في هذا الشيء، وهذا شيء حلو بالنسبة إنجاز الإمارات ولإمارة أم الغوين، بسبب أن يجمعون الشباب وهذا، ومثل ما تشوف العالم كيف متجمع أهالي مع بعض وما أدري كيف. حتى الحين أنا مستمتع من هذا الشيء الموجود في هالمكان، حتى الصغار يستانسوا، سدى مثل أطفال ما نقدر نسوي كنترول لجسدنا. تفضل.